طب عايز اسالك يا ضياء، يعني يمكن انت ذكرت التامين وذكرت الحراسه المشدده كمان بالنسبه لمحمد صلاح، وانه في صعوبه حتى الفنانين او المشاهير ان هم يلتقطوا الصور مع صلاح، وده الحقيقه اللي احنا كنا بنتمناه ودايما بننادي بيه. زي ما انت ذكرت كان في مشكله قبل كده قبل سفر الفريق لكاس العالم في روسيا، ولكن عايز بمنتهى الصراحه تجاوبني يا ضياء، انت كنت موجود في قلب المعسكر وشفت بعينيك، واحنا عايزين نعرف منك، هل ده، لان انت ذكرت دلوقتي وانت بتتكلم ذكرت محمد صلاح وقلت تمام، حتى المشاهير او الفنانين في صعوبه للوصول لمحمد صلاح، تمام، هل سؤالي ليك بمنتهى الصراحه، يعني هل التامين الشديد هو فقط لمحمد صلاح؟ يعني هديك مثال، اذا اراد احد المشاهير انه يتصور مع احمد علي او مع مروان محسن او مع عمرو ورده، هل كان بيتم السماح ليهم بده، ولا بيحصل ده فقط، يعني بيتم السماح بده وبيحصل فقط مع محمد صلاح مساله التامين؟ هو بكل صدق وبكل صراحه هو بيحصل مع كل اللاعبين، بس مش زي محمد صلاح، يعني في فعلا حراسه على اللاعبين وفي تامين شديد جدا على اللاعبين، ولكن ليس بنفس الدرجه اللي بتحصل مع محمد صلاح. محمد صلاح حاله خاصه وكلنا متفقين على كده، هو ظاهره نجم كبير محطوط في حته ثانيه، عشان يعني نكون نجيب من الاخر في الكلام كده، فليه وضع خاص، ليه حارس خاص، ليه حد معاه مخصص ان هو ماشي مع محمد صلاح لحظه بلحظه في كل مكان، موجود في الفندق معاه او حتى في الملعب. انما بقيه اللاعبين الى حد ما في تساهل نوعيا، يعني مش هقدر اقول لك ان هو بنفس المعامله اللي بيتم بها التعامل مع محمد صلاح، ولكن بيكون في تساهل نوعا ما مع بقيه اللاعبين. لكن محمد صلاح التامين عليه شديد جدا، بيكون من الصعب ان حد يقدر ان هو يوصل له، سواء بقى مشاهير سواء لاعبين سابقين. انا شفت بعينيا نجوم سابقين كانوا موجودين في الفندق وناس من المشاهير الفنانين، كان بيبقى من الصعب جدا ان هم يقابلوا محمد صلاح. فمحمد كان وضعيه خاصه، ولكن كان في برضه تامين على اللاعبين، ولكن ليس بنفس الدرجه اللي يعني كانت مع يعني محمد يعني صلاح. سؤال بشكل واضح يا ضياء، اتفضل. هل المشاهير كان يقدروا يتصوروا مع لاعبين اخرين غير صلاح؟ في ممكن، صح ممكن. او لا ممكن، لا ممكن، كان ممكن ان هم يتصوروا مع، حصل يعني شفته بعينيك؟ انا شفت بعيني طبعا، كان اشهرهم الفنان الشاب احمد التهامي، اظن معروف للسادة المشاهدين، انا شفته بنفسي وهو بيتصور مع اكثر من لاعب. ولكن محمد صلاح، لا محمد صلاح كان بيكون من الصعب جدا ان حد يقدر يوصل له. حقيقي ضياء النهارده كان وجودك معانا اضافه، اضفت لنا الكثير بالمعلومات اللي انت قلتها لنا النهارده. يمكن كمان النقطه، يمكن انا مبسوط جدا جدا بفكره التامين في هذا المعسكر، وانه مختلف عن التامين قبل كده اللي كان بنشوفه، ولكن برضو متحفظ الحقيقه على فكره انه صلاح التامين بالنسبه له ازيد من باقي اللاعبين، لانه صلاح هو نجم عالمي دلوقتي كبير، ولكن داخل المعسكر لازم كل اللعيبه يكونوا سواسيه. مش عايز احس انه التامين ده فقط علشان صلاح اتكلم وقال قبل كده في فيديو انه حصلت مشاكل قبل كده، فبالتالي يتم التامين بهذه الدرجه لمحمد صلاح فقط لانه اتكلم. شفنا قبل كده كلنا كنا بننتقد وجود الفنانين في المعسكرات، دلوقتي بقى موضوع الفنانين بقى ممنوع، لكن عن محمد صلاح فقط. عرفنا من ضياء انه كان ممكن، طبعا مش بنفس الدرجه اللي قبل كده، ودي حاجه تحسب للجهاز الاداري والجهاز الاداري للفريق، ولكن ما ينفعش ان انا خلاص طالما مشيت السيستم بنظام معين بالنسبه للاعب داخل المعسكر، لازم يكون هذا السيستم بيطبق على جميع اللاعبين سواسيه، صلاح وغير صلاح. ده يمكن تحفظي الوحيد، لكن بكل تاكيد في تحسن بالنسبه للجانب الاداري داخل معسكر المنتخب المصري. ضياء شكرا جزيلا ليك، نورتنا النهارده، ودايما تكون كده باذن الله بتتابع في المباريات القادمه من داخل المعسكر الاجواء وتنقلها لنا باذن الله.